في حاجات بتبان كأنها خسائر بتزعل عليها، لكن لما بتقعد مع روحك وبتفكر بتعرف ان خسرتها مكسب. عملت ايه يا زمن تخلي اليد محتاجة؟ قول اللي كان خيري على غيري ما خلى يدي محتاجة، وضع خيري على غيري من غير ما اقول حاجة. وعملت ايه يا زمن تخلي اليد محتاجة؟ قول اللي كان خيري على غيري ما خلى يدي محتاجة، وكل بنسى واقول يمكن نسي المعروف الالمس اللي بيقول ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة. عملت ايه يا زمن تخلي اليد محتاجة؟ قول اللي كان خيري على غيري ما خلى يدي محتاجة، وضع خيري على غيري من غير ما اقول حاجة. وعملت ايه يا زمن تخلي اليد محتاجة؟ قول اللي كان خيري على غيري ما خلى يدي محتاجة، وكل بنسى واقول يمكن نسي المعروف الالمس اللي بيقول ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجه.